مهنة التمريض مشاهدينا يمكن من أصعب المهن اللي تحتاج دائما لتضحية وبذل جهد في سبيل إنقاذ المريض. وللممرضة السعودية أو الممرضة السعودية كانت خير مثال. الحين حتنضم معنا ممرضة هي عبير العنزي، تبرعت بجزء من كبدها لتنقذ حياة طفلة ما تعرفها. إيش اللي خلاها تتبرع؟ وش الدافع لهالشيء؟ هذا اللي حنعرفه الآن من خلال هذا الاتصال معها مباشرة. أهلا وسهلا فيك يا عبير. حياك الله. أكيد دائما مهنة الممرضة هذه المهنة الإنسانية يقولوا عنها مهنة الملائكة، اللي دائما يكون فيها حرص ودقة جدا على التعامل مع هذا الشخص المريض. عبير، أنت نموذج ما شاء الله الممرضات السعوديات اللي يقدمون أرواحهم لإنقاذ أي مريض كان. إيش الدوافع اللي خلتك تتبرعين لطفلة أنت ما تعرفينها؟ هي عبير تبرعتي أيوة. جزء من الكبد، ايش اللي خلاكي؟ ايوه صحيح. طبعا الدافع قبل لا يكون مهني هو دافع انساني، يعني هو اوكي انه انا دخلت هذا للعمليه وانا بكامل الوعي بالمتتبعات بعد العمليه، لكن مش الدافع المهنه اكثر من انه دافع انساني صراحه بالنسبه للتبرع. جميل، كيف بدات القصه؟ احكي لنا من البدايه، كيف سمعتي عن هذه الطفله؟ صراحة بدأت القصة من أول مرة شفت تغريدة والد الطفلة يناشد الناس على أساس إنه يبغى متبرع للبنتة إنها في حاجة جزء من الكبد وكذا. أخذت التفاصيل، تواصلت معهم كذا، توصلت للمنسق وبديت في الإجراءات. صراحة كانت الإجراءات مرة سهلة مرة بسيطة، يعني كان شيء مرة جميل، وصراحة كنت مستمتعة جدا يعني وأنا أبدأ في الإجراءات هذه. ليش؟ لأني أنا عارفة يعني عندي الوعي الكامل إنه الحمد لله ما راح يكون في أي ضرر أي أمور ثانية. نعم، حلو. كانت البنت في نفس المستشفى اللي أنت بتعمل فيها ولا مستشفى آخر بس أنت طلعت التغريدة؟ لا أبدا، أنا في الجوف، البنت كانت في مستشفى في الرياض. أيوة أنا رحت لها للرياض هناك وعملت الإجراءات الحمد لله. إيش أثر هذا الشيء على نفسيتك يا عبير؟ صراحة الأثر مرة ما ينتهي، يعني هو أثر نفسي يعني إلى الأبد، يعني يبقى إلى الأخير الأثر النفسي هذا. أثر العطاء، أثر المردود، دعوة الناس. جميل. لما أهل الطفلة لما أساسا أنت تشوفين أن الطفلة تشافت وتعافت، هذا بحد ذاته يعني مردود نفسي لك. طبعا أكيد. قديش هي كانت بحاجة لهذا التبرع عبير؟ فني؟ قديش هي كانت البنت بحاجة أنه أحد يتبرع لها؟ أيوة، هي كان صراحة وضعها مرة متقدم. كانت هي في التيب 2 في المرحلة الثانية من المرض، وكانوا يعني الوضع مرة متأزم عندها. نعم. وبعد أيوة. وبعد التبرع كيف كانت صحتها وإيش وصلت إليه الآن؟ بعد التبرع في المستشفى فترة على أساس أنه يتقبل الجسم العضوي الجديد اللي انزرع فيه. أيوة. أخذت أدوية، أخذت مضادات، أدوية في المناعة. حلو. الحمد لله الآن وضع الطفلة مستقر جدا، يا رب لك الحمد، عايشة في بيت أهلها بشكل طبيعي. ما شاء الله. ترجع تطلع تسافر مع أهلها، يعني وضع الحمد لله طيب. تطمنين عليها بين فترة والثانية يعني ما شاء الله عليك. أكيد أكيد. ما شاء الله تبارك الله، هذا يصير في صلة بينكم، يعني صلة روحية وجسدية أيضا فيما بينكم. أكيد. الله يعطيك ألف عافية وجزاك الله ألف خير على هذه المبادرة الأكثر من رائعة، وهي مو مستغربة حقيقة في بلادنا بلاد الخير اللي فيها كثير من العطاء والتميز من شاباتنا وشبابنا. يعطيك العافيه، شكرا لك الممرضه عبير العنزي، شكرا لك. واكيد راح ارحب بضيفتنا في الاستوديو ايضا ممرضه اروى الدوسري. هلا وسهلا فيك، هي اخصائيه تمريض، حياك الله. هلا وسهلا فيك. فعلا مهنه التمريض يعني مهما وصفناها ما نقدر انه نحصرها، ايش ممكن تقولي لنا عن مهنه التمريض وكيف انت شفتي نفسك فيها؟ والله بداية التمريض بشكل عام ما كان هدفي ولا كان أطمح له أساسا. بداية أنا منذ الصغر وأنا كان عندي شغف حب المجال الصحي بشكل عام، أني أساعد، أني أقدم، أحاول أني أكون نافعة كثير. كنت أبغى مجال صحي بس ما كنت عارفة وين توجه بالضبط. حلو. لما دخلت الجامعة بدأت عندي تخصصات كثير، ولكن سبحان الله
هو نصيبي ولا نصيبه يعني في التمريض، فاخترت التمريض. بديت ادرس، بديت اجتهد، بديت اشتغل على نفسي بالتمريض. ما فهمت التمريض حرفيا الا بديت اطبق وانزل المستشفى اشوف العالم، على المستشفى عالم ثاني. فبديت ادخل المجال فاشوفه، اعيش مع المرضى في الوردات، في الاقسام، مآسيهم، معاناتهم، احزانهم، افراحهم، كيف انك تحسين انك قاعد تنجزين على مريض تشتغلين عليه. بعد اسبوعين ثلاثه ما اقول لك نتحسن بنسبه 100%، لكن على الاقل انجزت نص العمل 70-80% بفضل الله. اولا بفضلك انت، بفضل جهودك، واكيد بفضل الاطباء، بفضل العلاج الطبيعي، التخصصات الثانيه. فالمجال الصحي بشكل عام جزء لا يتجزا من بعضه. ايش مهنه التمريض؟ مهنه ايجابيه وبامتياز، ومهنه يعني شرف ما نقدر نحكي عنها، لكن ايش الحلو فيها وايش الجانب المر فيها؟ والله يا اي مهنه فيها الجوانب السلبيه والجوانب الايجابيه. ايوه. بالنسبه للجوانب الايجابيه، انك قاعده تشوفين عملك، قاعده تشوفين انجازك، قاعده تشوفين شغلك، عملك طول هالوقت لمده اسبوعين او اسبوع مع المريض، او في نفس اللحظه انك تشوفين المريض الحمد لله من كان جايك حالته جدا سيئه بدات تتحسن حالته، هذا بحد ذاته انجاز. دعوات المرضى، ابتسامتهم لك، وقت عملك وشغلك، لو بشيء بسيط يعطونك قارورة مويه او شيء بسيط يعني يسعدونك فيه، فانت تحسين انك المرضى انك قريبه من المريض والمريض قريب منك. الحمد لله فكسبت هذا الشيء، الحمد لله. يعني غير واحد انه قاعد ياخذ اجر، قاعد ياخذ دعاء ايضا من هذول المرضى اللي هم قاعد يتعاطى معاهم، يتعامل معاهم بشكل يومي. يمكن مثل ما ذكرتي اللي خليكي تتجاوزي حاله المر اللي ذكرتها او حاله الحزن اللي هو قومته بالسلامه، أكيد. لما يقوم ويدعي لك وكذا، وخاصه اذا كانت فعلا الممرضه من قلب ورب قاعده تشتغل مثل ما قاعدين نشوف. هذا هو اكثرهم. ما راح اقول لك اكثرهم، الحمد لله أتكلم عن التمريض قبل 10 سنين. أيوة. ما كان التمريض مفهوم قد ما هو مفهوم الآن. بحد ذاته. وش اللي فرق يعني من 10 سنين للآن؟ من 10 سنين بحد ذاته أن المرأة السعودية تنزل سوق العمل، هذا بحد ذاته تحدي. من 10 سنين ما كان المجتمع السعودي قابل المرأة تنزل سوق العمل وتواجه وتشوف الناس وتعمل وتشتغل وتكافح. ولكن لما أتكلم عن التمريض السعودي سابقا، أيوة، التحدي بحد ذاته والمرضى السعوديه بحد ذاته ان في المستشفى لما تواجه المجتمع، تنزل عالم المستشفى وتواجه الناس، المهنه يعني صعبه، المهنه قويه، المهنه انسانيه، هذا اول شيء فيها شجاعه. وفي بالضبط هذا هو، انك تنقذين شخص عندك دقائق محدوده، يا تلحقين على المريض او خلاص نهايته. خاصه فعلا يمكن كثير من المواقف بتمر، وحقيقه سمعنا قصص كثيره مثل قصه عبير وغيرها من القصص. أكيد. اللي واحده كمان انقذت طفل من بين حريق كان في مستشفى. قصص كثيره بنسمعها فعلا الممرضات السعوديات فيهم الشجاعه وفيهم الاقدام. انت ايش ابرز المواقف اللي مريتي فيها وفيها يعني قويتي قلبك مثل ما نقول واندفعتي بقوة للأمام؟ عندي الحمد لله أنا عملت في كل الأقسام تقريبا، ولكن أكثر الأقسام اللي كنت أخاف منها جدا اللي هو العناية المركزة. كنت جدا أخاف من هذا القسم. ليش تخافين؟ لأنه عارفة كان حياة أو موت. كنت مرة أضايق لما أشوف المريض يعني يكون وضع مغمى عليه تقريبا وما يكون في وعي، فكنت أحاول أقدم على قد ما أقدر أني أحاول أنجز. فالحمد لله جتني حالة من الحالات يعني قعدت اشتغل عليها اسبوعين تقريبا. أي. ما اقول لك تحسنت 100%، بس على الاقل انتقلت من القسم العنايه المركزه الى قسم التنويم، يعني نوعا ما تحسنت الحمد لله. وفي كل مره كنت اجي كنت تتابعيها بدقه جدا. وش كنت تسوين؟ جدا متابعتها، تواصل مع نفسيتها، مع حالتها لما بدات تصحصح وبدات توعى للي حواليها. كنت مع الطبيب دائما، ايضا تقديم الرعايه الصحيه الكامله لها، ايضا تواصلت معها حتى بعد ما خرجت من المستشفى. فهذا الشيء قديش هذا شيء مهم جدا للمريض انه انت تتواصلي وتسالي عن حالته النفسيه، كيف صرت وكيف، وتعطيه كلمات كذا كلمات ايجابيه، هل بياثر في نفسيته؟ جدا. فعشان كذا احنا درسنا في ماده في قسم التمريض بشكل عام، درسنا اللي هو الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل مع المريض، تبنين خصوصيه مع المريض، هذا اهم شيء، خصوصيتك مع المريض، المحافظة على الثقة بينك وبين المريض، يقول لك أسراره، يقول لك كلامه، ما يكون إنه يعني تكون محور الحديث بين مجالسك وبين، فهذا أهم شيء إنك أنت بينك وبين المريض ثقة. فصدقيني قد ما تعطيني التمريض، التمريض راح يعطيك هذا. إنه يعني عشان كذا أنا فخورة جدا أخصائي. أنت كم صار لك أنت في التمريض الحين؟ يمكن تقريبا 6 أو 7 سنين. ما شاء الله تبارك. دراستي 5 سنين، ولكن عمليا كل سنة عن سنة بيفرق معاك. الحمد لله، الحمد لله ألقى نفسي في التطور النفسي، أنا أتطور في عملي في إنجازي. حلو الحمد لله.
انت مو بس في التمريض، انت كمان في التطوع يعني، وجميل جدا انك انت كله بي بي في مجال واحد، العطاء كله بيدل على العطاء. هذا هو. ايش بتعطي ايضا في التطوع؟ انا اشوف من وجهه نظري بحكم مجالي في العمل التطوعي، انا اشوف ان التمريض او المجال الصحي بشكل عام انه جزء لا يتجزأ من التمريض، والتطوع جزء لا والعكس صحيح ايضا. فالتطوع اعطاني قد ما انا اعطيته، فعندي قوه تطوعيه، عندي قوه مجالات صحيه، فدمجتهم مع بعض فاسست فريق تطوعي. يمكن الان هذه السنه الثالثه الان له فريق لاجلك الصحي التطوعي. لاجلك الصحي؟ التطوعي. التطوعي. وكذا تكلمت عنه كذا مره يعني. فالحمد لله بدينا نعمل دورات عن التثقيف الصحي، امراض كثير تكلمنا عنها، تكلمنا ايضا عن المفروض انها تصير الان ثقافه، اللي هي الاسعافات الاوليه، كيف انك تقدمين اسعاف اولي في حال حصل لا قدر الله انعاش قلبي رئوي، غصة او حروق او غيرها. جميل جدا، يعني بالفعل يعطيك العافية على جهودك في هذا المجال وعلى الفريق اللي اسستيه التطوعي، لانه مهم جدا انه فعلا قد ما نعطي، دائما نقول سبحان الله البني ادم قد ما عطى حيرجع له بالنهاية. بالضبط، هذا الدنيا هذا دوارة، واي شيء بتقدمه انت لو قطرة ماء حترجع لك. بالضبط، ثق تماما انه حترجع لك. يعطيك الف عافية، شكرا لك، واحنا فخورين فيك من الممرضات السعوديات. الله يسلمك. اروى الدوسري، شكرا لك. شكرا.